السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء السعيد أستاذ دكتور علم الطحالب لجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم، وده فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم باللغة العربية. توقفنا في المحاضرة الماضية عند هذا العنوان ظاهرة التوتر السطحي، واتكلمنا عن صفات المية وإزاي إنها بتطلع نتيجة قوة التناسق وقوة الالتصاق، وتوقفنا عند موضوع الماء بالخلية. قلنا إن المية موجودة في كل كائن حي، موجودة بكمية كبيرة جدا وبيكون دايف فيها بعض المواد. المواد دي ممكن تكون غازات، ممكن تكون غازات زي الأكسجين وكذا اللي هو بيبقى موجود من خلال التنفس سواء في النبات أو الحيوان أو الإنسان، أو الأملاح المتنوعة. ده كله بيكون سببه ما يعرف بعمليات الأيض. عمليات الأيض دي اللي هي البناء وهدم، عبارة عن عمليتين بناء وهدم. فبيكون النتيجه لما بيجي يبني بيستهلك بعض المواد من الخليه، واذا كان بيهدم بيطلع مواد جوه الخليه، وبالتالي حسب مكان الخليه في الجذر في الساق في الورقه في الكلى في الانسان مثلا في القلب الى اخره، فبالتالي انواع الاملاح اللي موجوده بتختلف، وبالتالي الميه ما بتكونش مجرد سائل، لا دي ميه ودايب فيها حاجات تانيه، وهو ده اللي هيعمل لي السيتوبلازم. وطبعا كل سائل طالما مكوناته اختلفت او كل محلول يبقى اكيد خصائصه كمان ايه هتختلف حسب نوع الخليه. لما بيجي بنتكلم على السيتوبلازم يا جماعه الخير، السيتوبلازم هو مجرد عباره عن الميه، ده عباره عن محلول، ما هوش سائل، عباره عن محلول بيملى الخليه وفي مواد دايبه. الحقيقه السيتوبلازم بيبقى بيتوصف بحاجتين، ان هو في حركه انسيابيه وبالتالي هو بيعتبر من السوائل، لكن في نفس الوقت بلاقيه بيتمتع، العلماء لقوا انه بيتمتع بالمرونه، والمرونه من صفات المواد الصلبه، يبقى اذا هو يجمع ما بين الصفتين الليونه والصلابه، يبقى هو لا سائل حقيقي ولا صلب حقيقي، امال وسط ما بين الاثنين، ليه خواص مشتركه. طيب السيتوبلازم ده هو انهي نوع من انواع المحاليل؟ هل هو محلول حقيقي ولا معلق ولا مستحلب ولا غروي؟ عشان نجاوب على السؤال ده يبقى لازم الاول نعمل ايه؟ نعرف انواع المحاليل، يبقى بنتكلم على المحاليل. لما بنتكلم على المحلول، المحلول يا جماعه الخير عباره عن حاجتين اتنين، اهو عباره عن حاجتين اتنين، حاجه هتدوب في حاجه تانيه، يبقى مذاب ومذيب. الماده اللي هتدوب يا جماعه الخير اهو بنسميها مذاب او ملح او منتشر او منتثر. العمليه نفسها اللي هتحصل اسمها بتدوب، يعني بتنتشر بتتوزع بتنتثر بايه؟ الدوبان. هتدوب في مين؟ في حاجه تانيه اللي هي المذيب اللي هو طور الانتشار او طور الانتثار. يبقى اذا عندي المحلول عباره عن مذاب ومذيب. المذاب ده ممكن يكون ماده صلبه زي السكر والملح، الملح هنا مش المقصود بيه الملح الملح، لا، اي حاجه بتدوب اسمها ملح، حتى لو الاكسجين هو اللي هيدوب يبقى اسمه ملح، ثاني اكسيد الكربون هيدوب هو ملح، زيت هيدوب ملح، سكر ملح، يبقى الاملاح عموما يعني، خلاص التركيب الكيميائي يعني. يبقى اذا الماده اللي هتدوب دي ممكن تكون صلبه سائله زي الغازيه الى اخره، هتدوب في ماده ثانيه، والماده اللي هتدوب اللي هي المذاب بتكون عدد جزيئاتها قليل. لما بنيجي نعمل كوبايه شاي بنحط معلقه واحده سكر او معلقتين، عايزين نكون ميه بملح بنحط معلقه ولا معلقتين ملح والكتير ميه، يبقى المذيب دايما كميته كتيره جدا عن المذاب. وكل ما كترنا المذاب يبقى التركيز اعلى، يعني لو انا حطيت معلقه سكر واحده في كوبايه الشاي تبقى مسكره خفيف، حطيت معلقتين مسكره اكتر، حطيت 5 معالق يبقى التركيز بتاع السكر عالي. يبقى كلمه تركيز بتوصف مين؟ كان عدد جزيئات الحاجه اللي بتدوب في بالنسبه لكميه الجزيئات اللي موجوده في الوعاء او في الاناء. واضح؟ طبعا في التركيز ده ليه قصه ثانيه في الكيمياء بقى بتعريفاته بالاخر، وده مش موضوع، احنا هنا بنبسط المعلومه. يبقى اذا التركيز ما بوصفش بيه المذيب، اوصف بيه مين؟ الحاجه اللي بتدوب، يعني اقول الشاي ده خفيف يبقى الشاي ده هو المذاب، هو اللي هيدوب يبقى قليل. شاي تقيل يبقى تركيزه كتير. السكر ماده مسكره مملحه، يبقى الحاجه اللي بتدوب هي اللي بنوصفها بعمليه التركيز. طيب يبقى اذا المحلول هو عباره بيبقى عباره عن ماده بتدوب في ماده ثانيه، لو لسه مفصولين كده يبقى ده سائل وده صلب مثلا، او ده مذاب ومذيب. لما يدوبوا مع بعض يعني يتوزعوا ينتشر، مين اللي هينتشر؟ المذاب.
يبقى ساعتها عطاني محلول. لان يا جماعه الخير ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيكون جزيئات الملح سواء كان سكر ملح ايا كان بتبقى بالشكل ده، الحقيقه يا اما بتكون في صوره ايونيه او جزيئيه، ده هنتكلم عنه دلوقتي. المهم بتبقى متجمعه هنا، وادي جزيئات الميه. اللي بيحصل ان جزيئات ال NaCl الملح الطعام اهو لما يدوب في الميه تتوزع، يبعد الكلورين عن الصوديوم ويحاط بكل واحد فيهم جزيئات ميه زي ما بنشوف دلوقتي. يبقى ادي الكلور اهو احيطه بطبقه من الميه، وادي الصوديوم احيطه بطبقه بالميه، يبقى كده ده اسمه محلول كلوريد الصوديوم. يبقى سمينا المحلول باسم الملح اللي داب. عفوا، وتبقى دي عمليه الذوبان اللي هي الانتشار او الانتصار او التوزيع بتاع مين؟ جزيئات المذاب ما بين جزيئات المذيب. الحقيقه الجزيئات اللي بتدوب دي يا اما بتكون صغيره الحجم خالص او كبيره او وسط، وده هنتكلم عنه كمان شويه. فبنيجي بنتكلم على ثلاث انواع من المحاليل. النوع الاول المحلول الحقيقي، بيحصل ايه؟ ان بيكون يا جماعه الخير بيكون المحلول الحقيقي ده المواد بتاعته اللي بتدوب، الماده اللي هتدوب اللي هي الملح او السكر او كذا، يا اما بتكون ايونيه يعني عليها شحنه، او بتكون ايه؟ جزيئيه. ناخدها بلون تاني اهو، جزيئيه. فاذا كانت الماده اللي عندي ايونيه يعني عليها شحنه هتتفكك زي محلول ملح الطعام كده، فبيدي محلول الكترولايت او محلول الكتروليتي او كهربي موصل جيد زي ملح الطعام. طب واذا كان جزيئي هيدي محلول غير الكتروليتي او غير كهربي زي السكر في الميه، يبقى هيدوب كانه جزيئات يعني. وفي كلا الحالتين يا جماعة الخير المحلول سواء في كهربي أو غير كهربي اسمه محلول حقيقي. ليه؟ يعني السبب في تسميته محلول حقيقي أهو أهو، بدل ما نختارها كده أهو بالشكل ده أهو، لأن لا يمكن فصل المادة المذابة اللي هي دابت بفعل الجاذبية عن عن المذيب. يعني لما ندوب معلقة سكر ممكن نصحى الصبح نلاقيها انفصلت، أو معلقة ملح؟ لا، لوحدها لا، لازم بوسائل اخرى، لكن بفعل الجاذبيه يعني لما اسيبها ترقد تترسب مش هتترسب ولا تنفصل، يبقى ده محلول حقيقي. عندي نوعين تانيين من المحاليل يا جماعه الخير اللي هم مين؟ المحلول عفوا، محلول معلقات اهو، او المستحلبات. اللون هنا غير جيد، ناخد اللون ده اهو. يبقى عندي حاجتين، معلقات اهو وعندي مستحلبات، يبقى دول حاجتين بس بيتحطوا مع بعض لان الاثنين غير ثابتين. لو الماده اللي دابت بعد فتره ترسبت اهو بفعل الجاذبيه، يبقى ده اسمه معلق. طب ولو حصل انها انفصلت، يبقى ده اسمه مستحلب زي الزيت اهو، ده المستحلب زي الزيت والميه بينفصلوا. طب والطينه لما ترقد في القاع، يبقى ده عباره عن معلق، كانت دايبه في الاول وبعد فتره ترقد لوحدها، وده بيكون غير ثابت. المحلول هنا ده غير ثابت، ليه؟ هينفصل مش هيفضل محلول. نيجي للنوع الثالث الغرويات بقى، لما يكون الحجم اهو، الحجم هيكون وسط ده ما بين الاثنين، فبيديني النوع ده، فبيديني النوع الثالث اللي هو الغرويات اللي هي وسط ما بين الاثنين، وفي صفات وسط ما بين الاثنين، ده محلول عباره عن محلول غروي. جميل؟ طيب المحلول الغروي يا جماعه الخير حاجه من الاثنين، يا اما بيكون محب، هو غروي بس محب للوسط، في قابليه للذوبان يدوب بسهوله وهكذا اهو، فبينتشر ويتوزع بسهوله، وده ليه حالتين، يا اما بيفضل سائل زي ما هو، او انه يتجمد ويديني محلول غروي محب للوسط صلب. يبقى اذا المحلول الغروي المحب للوسط عندي فيه حالتين، يا سائل اوصل ليه صورتين، ممكن يوجد في شكل صورتين. اما اذا كان المحلول الغروي كاره للوسط، مش حابب الوسط ده، كاره للوسط يعني لا يكون هناك قابليه للذوبان، مش حب، لا بيدوب بس مش حبه، قابليه انه يتوزع بسهوله فتتنافر مع بعض، التنافر ده يخليها دايما دايبه، فدايما تبقى في صوره سائبه ولا يمكن ان يتجمد او يتصلب، يعني ليه شكل واحد او صوره واحد. عشان نفهم ده عمليه الكره والحب دي او القابليه والغير قابليه، لو تخيلنا ان هذا السطح، السطح الصلب ده اللي احنا بنتكلم عليه ده، السطح الصلب ده اهو، وادي القطره اللي احنا بنتكلم عليها، لو حصل وهم كارهين لبعض، فالسائل ده والصلب مش عايزين يقربوا من بعض، فبيخلوا المساحه بتاعه التواصل ما بينهم
اهو ناخد اللون الاحمر، المساحه دي اهي دي بتاعت التلامس، بتكون بيحاولوا يخلوها اصغر ما يمكن عشان ده يحصل القطره دي تتكور على بعضها قوي، فبتخلي لو رسمنا خط مماس هنا ما بين الكوره بتاعت القطره دي وبين السطح ده، فتبقى الزاويه بتاعت سيتا دي زاويه كبيره اهي، وتبقى القدره على الالتصاق ضعيفه، ويبقى القابليه ان الجسم ده يتبل بالميه قليل، مش عايز يمتزج معاه مش طايقه. اما لو حصل وال ال 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 السطح هنا القطره دي في محبه ما بينها هنا ما بينها وبين ال اهو، ناخد لون اخر اهو، فبيكون السطح ده او المسافه دي كبيره اهي، ناخدها سميكه شويه اهو اهو، بيكون سطح التماس اهو كبير. عشان ده يحصل يخلي لو انا برسم مماس هنا المماس ده اهو، تبقى الزاويه دي صغيره حاده اقل من 90، فتبقى الزاويه هنا زاويه التماس صغيره، وتبقى القدره على الالتصاق جيده، وتبقى البلل يعني بيتبل بسهوله. طيب يبقى ده بيخلي هو المحلول اللي هو الكاره والايه والمحب. الحقيقه الصفه بتاعت كاره الوسط دي العلماء استغلوها استغلال جميل قوي. ازاي؟ بصوا كده، تخيلوا مع بعض كده ان هم عملوا ايه؟ خدوا النسيج ده وخلوا النسيج ده دهنوه بماده او عالجوه بطريقه النانو، تقنيه النانو، عشان يخلوه كاره للوسط دايما، وبالتالي لما يجي يتحط في اي ميه هي كرهاه تزحلق من عليه فيفضل نظيف بالشكل ده، في حين ان الحذاء من غير ما يتعالج بتقنيه النانو اللي هو كاره للوسط ده، فبالتالي يصبح ان هو فيه قابليه للوسط فيتبل بالشكل ده. تخيلوا بقى ممكن بلطو المعمل، الهدوم، الملابس، جدران الزجاج، زجاج العربيات الى اخره، كل ده بالطريقه دي، يبقى الميه والاوساخ مش هتفضل عليه. عشان كده دي فكره الموبايلات اهي، جزء منها يعني بيبقى معالجه بالشكل ده بحيث انها ما تتخدش والميه ما تنزل عليها تجري على طول ما تتبلش، بالاضافه طبعا لتقنيات اخرى. طبعا دي انا حطيتها تحت كلمه معلومه حره يعني للاستفاده او للزياده. طيب بنيجي بعد كده عايزين نعرف صفات الغرويات. اشمعنى الغرويات؟ لان السيتوبلازم غروي، يبقى لازم اعرف صفات الايه المحاليل الغرويه عشان اقدر اعرف صفات السيتوبلازم، وبالتالي اعرف الخليه هتتصرف ازاي في الحياه بتاعتها. لغايه هنا هنتوقف عند هذا العنوان، ونلتقي في فيديو جديد من تبسيط العلوم ان شاء الله مع خصائص الغرويات. اترككم في رعايه الله وامانه. ان كنت اصبت فمن الله، وان كنت اخطات أو نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما تنفعنا به، واغفر لنا ما كان منا، ونلتقي على خير إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.